عمل في المحليات يا شيخنا. ايه اخباره ايه؟ ماذا تعمل في المحليات؟ كنت في إدارة شؤون عاملين والآن في الحسابات. كنت في إدارة شؤون العاملين، إيه المانع يعني؟ نعم. ما المانع من عملك؟ لم أفهم. يعني أحد العلماء الأفاضل اللي أثق في علمهم قال لي يعني دعه أفضل. لا أستطيع أن أقول ذلك. طيب يعني حضرتك ترى أنه حلال؟ إذا كان فيه أمناء أحسن من يكون فيه لصوص. السلام عليكم.